ليك كابتن هيثم السعيد، كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. فوز مميز اكيد كالعاده بالنسبه لرجال الكره الطايره بالنادي الاهلي. كابتن احمد عبد العال احد نجوم فريق النادي الاهلي، في البدايه عايز اطمن عليك، يمكن كلنا كنا قلقانين، جمهور النادي الاهلي طبعا الان عندك ذكرى يمكن طبعا اكيد بالبطوله اللي فاتت، لكن الحمد لله شفناك النهارده في الملعب. طمنا يا كابتن احمد على الاصابه اللي عندك كانت عامله ازاي؟ هو طبعا الاصابه عندي كانت يعني رخمه شويه في مكان في الرباط القصبه، حصل فيه جزع او مزق جامد شويه، بس الحمد لله مع الدكتور هيثم بصراحه عمل معايا مجهود جامد جدا صبح وليل جلسات، لغايه ما الحمد لله بدانا نشترك من النهارده تدريجيا عشان نلحق السيمي فاينال باذن الله والفاينال. الادوار اللي جايه على ما اعتقد بعد الراحه بتاعت بكره كابتن احمد هي البطوله تنطلق على ما اعتقد من بعد بكره، بتشوف الادوار اللي جايه بالنسبه لكم عامله ازاي؟ وصول الفرق القويه اللي احنا شايفينها في البطوله بتشوفها ازاي يا كابتن احمد؟ هو طبعا للاسف احنا البطوله المجموعه بتاعتنا كانت ضعيفه شويه، لكن الادوار اللي جايه بقى هي اللي ما فيهاش هزار، ما فيهاش دلع، هي الادوار اللي لازم نخش بقى في البطوله بجد واحده واحده. هنقابل فرقه كويسه، بعديها فرقه، بعديها فرقه، ان شاء الله ربنا يكرم باذن الله وناخد البطوله باذن الله. لو باخد منك رساله للجمهور رغم قله العدد، لكن بنطمح ان شاء الله الفتره اللي جايه المباراه اللي جايه تكون الصاله مكتمله بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، لكن عايزك تنقل لي مدى تاثيره عليكم في المباراه يا كابتن احمد. هو طبعا كان نفسنا نبقى الصاله كلها مليانه بالجمهور، بس للاسف انا عارف ان في شويه مشاكل، بس ربنا يكرم كده وان شاء الله بنقول لهم يجوا يأزرونا الماتشات اللي جايه عشان مهمه الماتشات اللي جايه. توفيق والحمد لله على السلامه يا كابتن. شكرا. اكيد بنبارك من جديد لكل نجوم النادي الاهلي. الطبيب النادي الاهلي الدكتور هيثم الضبع طبعا برحب بيك في البدايه، وعايز اطمن طبعا على اصابتين، يمكن ظروفنا كانت مش موفقه شويه، والبطوله اللي فاتت كان عندنا برضو اصابات طلعتنا من البطوله، يمكن دخلتنا في البطوله ان احنا كان عندنا تركيز. شايف الاصابتين شكري واحمد عبد العال طمنا عليهم والامور واصله معاهم ازاي يا كابتن؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه طبعا احب ان انا اهني جمهور النادي الاهلي، واحب اهني مجلس الاداره والجهاز. هو الحمد لله رب العالمين الاصابات عندنا دلوقتي يعني الحمد لله تحت السيطره جدا. عندنا احمد عبد العال كان عنده جزع في اربطه الكاحل وتعافى منها بشكل كويس جدا الحمد لله، والنهارده ابتدى ينزل وياخد جزء من الجيم يعني. بالنسبه لشكري ان شاء الله يعني هو كان بس عنده التواء في مفصل الركبه، عمل زي جزع في الغضروف، بس ان شاء الله في غضون 72 ساعه بامر الرحمن هيبقى موجود مع الفرقه ويشارك وتبقى الدنيا ظريفه ان شاء الله. اي اجهاد اللعيبه بتشتكي من اي حاجه ازاي؟ مباريات متتاليه انا عارف، لكن انا عارف ان اللعيبه كلها معده بشكل كبير جدا ان هي يبقى في مباريات، لكن هل في اي حد بيشتكي من اي حاجه؟ والله الحمد لله رب العالمين احنا في المعسكر بتاع بولندا يعني تم تجهيز الفرقه بشكل كويس سواء فنيا او بدنيا، والماتشات الحمد لله يعني في المرحله اللي احنا فيها دي ماتشات يعني ما فيش فيها قوة شديدة، فالحمد لله اللعيبة ماشية كويس والدنيا ظريفة والحمد لله ربنا يكرم ويعني ناخد البطولة إن شاء الله. ربنا يخليك. شاكر جدا. مستمرين معاك يا كابتن هيثم، بيضامنا كمان المدرب طبعا كابتن محمود جمعة أحد طبعا نجومنا هنا في النادي الأهلي. كابتن محمود طبعا ببارك لك النهارده على المباراة، وببارك لك كمان على عودة أحمد عبد العال، وإن شاء الله كمان يعود شكري لجويني أحد نجوم تونس ونجوم النادي الأهلي. لكن قول لي الجيم النهارده، وصلنا أول مجموعة، بتشوف الجيم النهارده إزاي يا كابتن محمود؟ والله الحمد لله طبعا على المكسب، والحمد لله ان احنا وصلنا اول مجموعه. انا شايف الفرقه اللي احنا لعبناها النهارده دي من احسن الفرق اللي موجوده معانا في المجموعه، يعني الجيم الاول عبد الله ضغط شويه بالارسال، بس بعد كده هم عندهم فولي لعيبه كويسين، يعني انا شايف ان ده احسن ماتش لعبناه في المجموعه. لو بكلمك على المحاضرات الفنيه، التحفيز، الدوافع، انا عارف ان اللعيبه عندها حافز كبير جدا وهتفصل بشكل كبير عن الادوار اللي فاتت، لان البطوله هتخش من بعد بكره ان شاء الله في المباراه القادمه. كابتن محمود بتتكلموا مع اللعيبه ازاي؟ واللعيبه نقل لي دوافعها يا كابتن محمود. والله احنا ماشيين كريم يعني في البطوله ماشيين خطوه خطوه، كل يوم قبل الماتشات عندنا محاضره، بنحفظ اللعيبه الفرقه الثانيه بتعمل ايه كويس قوي، كل لعيب يبقى نازل عارف هو ايه دوره بالظبط في الملعب. الفترة اللي جاية طبعا الماتشات كل ما بندخل الأدوار النهائية الماتشات بتبقى أقوى، فإن شاء الله احنا طبعا مذاكرين الفرقة اللي احنا هنلعبها كويس قوي قوي. هنلعب إن شاء الله في دور الثمانية الفريق الكيني، فريق كويس قوي قوي عاملين حسابه طبعا. النهاردة شفناه كان بيلعب مع نادي الجيش، عمل مباراة كبيرة، فإن شاء الله برضه مذاكرينه، وإن شاء الله رب العالمين اللعيبة بتاعتنا هتنزل حافظة الماتش، وإن شاء الله هيعملوا ماتش كويس وإن شاء الله نكسب بإذن الله رب العالمين. شكرا يا كابتن. اكيد زي ما بنقول مستمرين معاك يا كابتن هيثم، الفوز المميز طبعا بالنسبه للنادي الاهلي. بينضمني احد نجوم منتخبنا الوطني والنادي الاهلي كابتن حسام يوسف، مبروك طبعا يا كابتن حسام. انا عارف هدفنا البطوله ان شاء الله، لكن عايز اتكلم على المرحله القادمه. خلاص المرحله دي يمكن عدينا منها، المرحله القادمه شايفها ازاي؟ ووصول الفرق دي يبقى فرق مميزه وتستحق ان هي تصل الى المراحل النهائيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الله يبارك فيك. الحمد لله احنا قدرنا ان احنا نكسب الخمس ماتشات. كان مهم قوي ان احنا نلعب ونشوف مستوانا ايه في الماتشات دي من اول دور الثمانيه ان شاء الله. ده المهم باذن الله ربنا يكرمنا نركز اكتر باذن الله ونخلص ماتش ان شاء الله على البطوله ان شاء الله. لو بكلمك بشكل عام على المستوى الفني للبطوله، مشاركتكم الماضيه بالنسبه للبطوله اللي احنا خدناها في تونس، بتشوف ان في تطور مع الفرق الافريقيه مع الفرق كمان المصريه المشاركه في البطوله دي ولا؟ الحمد لله احنا حامل اللقب. في تطور طبعا في افريقيا بشكل كبير في الفولي، بس الحمد لله يعني احنا قدرنا ان احنا حامل لقب اكتر حاجه في افريقيا، وان شاء الله البطوله على ارضنا وان شاء الله نحققها باذن الله. انا عارف ان الثقافه عندنا هي المركز الاول مهما كان المنافس ومهما كانت الظروف، عندنا منافس قوي في البطوله وعندنا ظروف كمان مش خدمانه شويه، قادرين نتغلب عليها ازاي يا كابتن حسام؟ اكيد طبعا الناس اللي موجوده ان شاء الله تقدر تشيل، والاهلي بمن حضر زي ما بيقولوا يعني، فان شاء الله الناس رجاله ولا هينزل اي حد هينزل الملعب هيركز، وان شاء الله البطوله بتاعتنا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. ربنا يخليك. شكرا. اكيد بنشكر نجمنا الكابتن حسام يوسف من ضمني كمان احد النجوم الكابتن محمد رمضان، طبعا برحب بيك في البدايه ومبروك وموفقين ان شاء الله في البطوله دي. هدفنا البطوله باذن الله نحافظ عليها على البطوله. قول لي البطوله بالنسبه لك بتمثل لك ايه، المشاركه بتمثل لك ايه، والكابتن ميدو كمان ازاي قادر ياهلنا بشكل كبير كده يا كابتن محمد؟ طبعا الحمد لله على المكسب النهارده، والحمد لله طبعا صعود في دور الثمانيه. كابتن ميدو طبعا بيركز معانا في كل النقط اللي احنا بنعملها في الماتشات وكده، والحمد لله يعني هنركز في الماتشات بتاع الدور الثمانيه وان شاء الله ربنا يكمل. هنواجه الفريق اللي قابل طلائع الجيش، كانت مباراه قويه زي ما شفناها، لكن الكابتن ميدو شايف محاضراته هتبقى ازاي؟ كابتن محمود، كابتن تامر، انتوا كمان كلاعيبه كبار ازاي هتتكلموا مع بعض قبل المباراه دي كمان؟ لا ان شاء الله في المحاضرات يعني كابتن ميدو هيجيب لنا نقطه ضعف في الفرق الثانيه هنقدر نستغلها، هنلعب عليها كويس، هنتمرن برضو عليها كويس، وان شاء الله ربنا يكرم يعني ان شاء الله. رسالتك للجمهور ان شاء الله بنعمل الجمهور يحضر بكثافه المباريات القادمه، لكن رغم قله العدد زي ما بنقول ليهم تاثير كبير يا كابتن محمد. اكيد طبعا احنا عايزين طبعا الجمهور بعد الدور الثمانيه ان شاء الله، عايزين الجمهور يزيد اكتر ان شاء الله، وان شاء الله هنوعدهم بالبطوله ان شاء الله يعني. شكر الجويني ليه تاثير اكيد على الفرقه مع احمد عبد العال شفناه النهارده، يعني ازاي ده بيأثر عليكم، ازاي ان انتوا قادرين ان انتوا كمان تعدوا نفسكم؟ كابتن ميدو يمكن مش محظوظ شويه بالنسبه للاصابات اللي بتقابله دي. اه اكيد طبعا كابتن شكر الجويني ده لعيب مهم جدا بالنسبه لنا، وكابتن احمد عبد العال، بس ده قدر ربنا بقى، وان شاء الله يعني ربنا يكرمه ويرجع احسن من الاول ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. كل الشكر والتقدير لكل نجوم فريق النادي الاهلي طبعا على المباراه اليوم. كالعاده طبعا اكيد النادي الاهلي هدفه الاول والاخير هي البطوله، نتيجه 3-0 ان شاء الله تكون معانا حتى نهايه البطوله طبعا يا كابتن هيثم. وزي ما بناكد الثقافه اللي موجوده في النادي الاهلي هي المركز الاول مهما كان المنافس ومهما كانت الظروف اللي بتواجه النادي الاهلي. غدا بالنسبه طبعا للبطوله يكون راحه لجميع الفرق المشاركه في هذه البطوله، على امل ان شاء الله بعد بكره باذن الله يكون لينا لقاءات خاصه هنا من تغطيتنا الخاصه لفعاليات البطوله الافريقيه كرة الرجال. عودة ليك يا كابتن هيثم السعيد وكل نجوم الاستوديو التحليل. الزميل كريم احمد شكرا جزيلا ليك، لقاءات مهمة تطمننا.